قال هل الكذب في التطليق ينزل منزلة الهزل كمن قال الكذب ايش؟ الكذب في التطليق كمن قال لأخي طلقت زوجتي ولم يكن فعل. لا، لو قال طلقت زوجتي بيكذب عليه عشان لمسألة ما ولم ينتوي أنه طلقها، ويقول له ذلك طلقت زوجتي ولم يقصد الطلاق، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. ها، كان يقصد الطلاق، لا يقصد الطلاق، طلق، انت وقع الطلاق، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. لو قصد الطلاق انت وقع الطلاق. الله تعالى قال الطلاق مرتان، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، قال الطلاق والعتاق والنكاح. نعم.